من أحياء ملحمة البرص، ملازم أول البطل عبد العزيز محمد محسن محمود، ضابط الحرب الإلكترونية لموقع البرص. باختصار وبدون دخول في تفاصيل، البطل ده كان معاه جهاز من خلاله بيقدر يلقط اتصالات الجانب المعادي ويسمعهم ويجيب منهم معلومة، أو بأجهزة تانية يعمل لهم إعاقة وشوشرة على اتصالاتهم ويقطعهم. يعني هو واحد كده نحيف وصغير بس مهم أهمية غير عادية، بيشتغل دعم لكل القوات، يعني ممكن يبقى مرة مع المشاة، مرة مع المدرعات، ومرة مع الصعب، لأن طبيعة مهمته واحدة تقريبا. البطل عبد العزيز ربنا ثبته في موقف بطوله وأنهى الموقف وجسمه شايل 5 طلقات. لكن قبل ما نعرف الموقف ونهايته، تعالوا نجيبه من بدايته. البطل ملازم أول عبد العزيز محمد من قوة الدفعة 107 حربية، خريج يوليو 2013، اشتغل في المقطم 2 سنين وبعدها انتقل لشمال سيناء، ولأنه عنصر دعم قوي لفها من يمينها لشمالها، من فوقها لتحتها 2.5 سنين لحد ما بقى عنده خبرة محترمة ومتميزة في الشغل. ازاي يحصل على المعلومة ويحللها؟ خلاص بقى كده بدأ يتقل وهيستريح ويقعد في مركز عمليات. قالوا له معلش يا زيزو، هترجع من الأجازة بتاعت العيد تطلع مع المقدم منسي مربع البرص. وبناء عليه اتصل عبد العزيز بالمقدم منسي في الأجازة. الو، مساء الخير يا فندم، انا الضابط عبد العزيز حرب الإلكترونية. منسي قبطان، ازيك يا عبد العزيز، عامل ايه؟ تمام يا فندم الحمد لله. بكلم سيادتك بخصوص طلعة بكرة، انا اللي هكون مع سيادتك ان شاء الله. تنورنا، انت ساكن فين وهتيجي ازاي؟ انا يا فندم هاجي بالعربية. طب تحب اعدي عليك اخدك؟ انا في العاشر من رمضان، تحب اجيلك فين؟ لا يا فندم، سيادتك في طريقنا، انا هعدي على سيادتك وسيادتك تيجي معايا. خلاص تعالى، كده كده في كذا عربية وهنتجمع على الطريق. راح عبد العزيز في الميعاد المتحدد، ومنسي قبطان ركب جنبه واتحرك ووقفوا عند بنزينة، نزلوا قعدوا فيها، وقعد يحكي منسي مع عبد العزيز عن الشغل والجواز والحياة، عن كل حاجة كأنهم أصحاب ومن سن ورتبة بعض، لحد ما بدأ الأبطال يجوا واحد ورا التاني، النقيب شبراوي، النقيب محمد صلاح، الضابط حسنين، الضابط سباعي، وبدأوا يتحركوا على الطريق. بتخيل كل شبر بيعدوه، كل حتة أسفلت، كل حبة رمل كانت بتودعهم، وحزينة إنهم مش هيمشوا عليها تاني. دول الأبطال اللي رايحين مش راجعين خلاص. وصلوا الإسماعيلية ومنها للعريش. نزل المقدم منسي قدام مكتبه، وعبد العزيز استأذن عشان يمشي يروح يركن في مكان تاني عند الفندق. لا، سيبها هنا يا عبد العزيز. لا يا فندم، عشان محدش يتكلم مع سيادتك. بقول لك سيبها هنا، شيل بس منها البطارية وغطيها كويس. عمل كده عبد العزيز، وطلب من المقدم منسي انه يمشي يروح بقى يبات في مكان تاني. لا، هتبات هنا مع الرجال. يا فندم انا ماليش مكان هنا. هنظبط لك مكان يا سيدي. على فكرة منسي مش قصته خالص عربية عبد العزيز ولا يبات فين. احنا مش في نادي هليوبلس هو الصبح هيلاقيه معاه جامع مع الناس ويتحرك وشكرا. لا، منسي قبطان، كل واحد معاه يخصه، يبقى منه كأنه اخوه ابنه، يفكر فيه اكتر ما يفكر في نفسه. ناموا وصحيوا الصبح، جهزوا العربيات وبدأوا يتحركوا. عبد العزيز بيحكي ويقول انا خدمت 2.5 سنين وشفت جسامين زمايلي كتير، شفت اشلاء وجثث تكفيرين كتير، لكن الطلعه دي كانت غريبه، مش مطمن، احساس غريب. وفضلنا متحركين على الطريق الدولي لمسافه طويله جدا، وقت طويل، لحد لما وصلنا مربع البرص
وبدأنا ننزل. كان بديلي مستنيني، سلم علي بابتسامة غريبة. هما مشيوا وإحنا قعدنا. طلعت كنت مع الضابط سباعي في نفس الأوضة. بدأت أضبط الجهاز بتاعي وأفتحه وأجهز كل حاجة للشغل. طبعا المقدم منسي كان بيطلع ينفذ طلعات خطيرة ويجيب عناصر شديدة الخطورة ويرجع ويطلع يقرفهم في عيشتهم ويرجع، وبقى عامل زي اللقمة في الزور لأنه وقف لهم تهريبهم وخطوط امتدادهم وعطل تحركاتهم. وطبعا كان بينفذ الطلعات دي تحت ساتر الحرب الإلكترونية. كنت بقوله خلي بالك يا فندم، عندك كذا عندك كذا، وبرضه تحت ساتر الضربة المدفعية اللي بيوجهها المكهيب محمد صلاح كانت فعالة جدا. فضلنا شغالين كده، ويوم الهجوم بالليل كنا قاعدين نهزر ونضحك ضحك غير عادي، وكان في كلمة عمالين يهزروا بيها معايا وتتقال كتير بس انا ما كنتش فاهمها، بس فهمتها دلوقتي. كانوا عمالين يهزروا ويقولوا لي يا عبد العزيز ان الحرب لم تبدأ بعد. فعلا لانها بدأت بعد شوية. استأذنت من المقدم منسي اطلع اريح شوية، انا طول النهار والليل فاتح الجهاز وبأمن تحركاتهم وقاعد على اعصابي ومليش بديل في النقطة، فمحتاج حتى اريح بس ساعة او ساعتين. وطلعت وخليت سباعي يبص على الجهاز كل شوية ولو في اي حاجة صحيني. طبعا التكفيرين بيزدادوا خبرة وبقوا يعرفوا يعملوا سنتلاس لحد دخولهم من المنطقة. نمت وصحيت على صوت ضرب نار من كل اتجاه، وسباعي الحسنين داخلين عليا بيجروا. اخدوا السلاحين اللي جنبي وطلعوا جري. لسه بقوم بتنفض وبشوف الجهاز، لقيت مفيش اي كلام ولا لقيت اي اشارة. وفجأة التفجير حصل. اتهبت لورا والباب وقع عليا والحيطة اللي في الجنب وقعت. لسه بحاول اخرج ضربوا صاروخ كورنر انفجر على اول الحيطة، حرك الحيطة كلها من مكانها والجهاز اتهبت في السقف ونزل متدمر وبقيت محشور. جينا كبشة براوي شدني هو والعسكري هرم، شدوني طلعوني من تحت الانقاض، والنقيب شوراوي قال لي اخلي من هنا بسرعة يا عبد العزيز. خلاص جهاز اتدمر، اخرج اشوف في ايه. لقيت النقيب محمد صلاح واقع وجايب دم من مناخيره ووداني من الموجة الانفجارية وشبه مغمى عليه بيستوعب الموقف، ومعاه عسكري مش عارف هو مين. وشفت حسنين بيستشهد قدامي وزباية على السلم وشوراوي في الطرقة مع عساكر، والبارود مالي المكان عامل دخان. المقدم منسي كان قدامي شايفه طالع من سلم السطوح ومرتكز على جنب السلم وعمال يصطاد فيهم ويبص علينا ويقول اثبتوا يا رجالة ما تقلقوش، والعساكر ترد بصوت عالي احنا معاك يا فندم، والتكفيرين من تحت عمالين يقولوا والله لا نجيبك يا منسي يا طاغوت، والله لا جئناك بالذبح. وزباعي بيطلع ايده من ورا الحيطة وبيضرب على اي حد يحاول يطلع، وشبراه بيضرب في اتجاه الطرقة ومعه عسكري. في الوقت ده كان صلاح فاق وفتح الجهاز في المطبخ وبيبلغ احداثيات للمدفعية، وجنبه هرم وقنباشة ماسك قافلين السلم اللي بيطلع المطبخ، وانا جنب سباعي وحوالينا كام عسكري بطل، وفي عسكري تحت عمال يضرب عليهم ويقول لنا ما تقلقش يا فندم انا معاكم لحد ما صوته اتقطع. والتكفيريين زادوا قوي، وبعدين مفيش ذخيرة. النقيب شبراو عمال يقول لنا شوفوا لنا ذخيرة، الاوضة اللي فيها الذخيرة مستحيل توصلها بعد ما الحيطان وقعت، هنعمل ايه لما كام طلقة دولة تخلص؟ عسكري جه قال لي يا فندم في صندوق قنابل في الحمام بس انا مش عارف اوصل هناك. سميت ربنا وزحفت في الغمام. لقيت مصابين من التفجير ولقيت رجلي قدامي، بصيت اشوف مين ده، لقيت النقيب شبراوي استشهد وجنبه اتنين عساكر قاعدين بيعيطوا عليه. اخدت بندقيته اديتها العسكري واخدت صندوق القنابل، اديت للمصابين ثلاث قنابل عشان لو طلعوا يفجروا نفسهم فيهم، واخدت الصندوق ورجعت قعدت اوزع على العساكر وعلى سباعي، وقعدنا نرميها عليهم من كل حته حوالين البيت، وعملنا فيهم اصابات كتير كنا سامعين اهاتهم وموتهم. كانوا بيقولوا على الاجهزه
الطواغيت بيرموا قنابل، خلي بالكم. كل ده والمقدم منسي ثابت وصوته عالي. اثبتوا يا رجاله، الدعم جاي. وسباعي واخد طلقه في كتفه وبينزف، وودانه بتنزف، وبيطلع ايده وبيضرب من ورا الحيطه. جات له دفعه في صوابعه وقطعت صوابعه. كان في قماشه على الارض تتهاله يلف ايده، وفضل ينزف، وانا شلت بندقيته لحد ما وقع في حاله اغماء. شلته دخلته المطبخ، حطيت فوقيه رخامه وغطيته بكل حاجه ممكن اخبيه بيها، وهو مغمى عليه. ومحمد صلاح لسه عايش، بيقول اضربوا الكمين يا فندم، اضربوا الكمين علينا وعليهم. رجعت اخدت سلاح سباعي، عسكري جاب لي خزنه، وفضلت اضرب على السلم بشكل فردي عشان اكسب وقت لحد ما الدعم يجي. والتكفيرين فضلوا يشتموا من تحت ويقولوا والله لا نذبحك يا كلب يا طاغوت. والمقدم منسي فوق بيقاتل، وبقول له انا عبد العزيز يا فندم مع سيادتك. اثبت يا عبد العزيز، ما تقلقش. وعمال يضرب عليهم وانا هستلم لحد ما سمعت صوت واحد بيقول اخر لحظات حياتي في الدنيا، انا لسه عايش. وفجاه جت لي طلقه كانها جايه من مكان عالي، زي ما تكون كناسه دخلت في ايدي الشمال كسرت العظم وقطعت الاورده. وهدوا المبيدات وهدوا كل النقطه، وبعدها صوت المقدم عساكر متمسكين بالتبه ومتمسكين بالارض عشان خاطر زمايلنا الشهداء ما نسيبهمش ولا اي مصاب. ضميت دراعي على جسمي وسندت البندقيه في تجويف في الحيطه حصل من كتر الضرب والتفجير، وفضلت اضرب لحد ما الذخيره خلصت والدعم لسه ما جاش. قعدت في الارض. معقوله خلاص كده هيطلعوا يقتلوني كده بالسهل؟ وفجاه روحي المعنويه ارتفعت 180 درجه لما لقيت عسكري جاب لي بندقيه وخزنه مليانه. بدات اشتبك تاني لحد ما خلصت الذخيره وكسبت وقت. جم يطلعوا عسكري فجاهم وضرب عليهم وموت واحد منهم، بس للاسف قتلوا العسكري. ودخلت المطبخ، صلاح قال لي انا طلبت تاني يهدوا علينا النقطه. رحت قلت لصلاح وهرم وحجازي وماسة اتشهدوا وتشهدنا كلنا شهاده جماعيه. وفجاه واب الرصاص دخل المطبخ، طلقه جت في جنبي من قدام، خرجت من ظهري جت في حجازي وقعت عليهم، وطلقه عدت على رجلي وجت في راس هرم، وطلقه جت في بطن النقيب محمد صلاح خرجت من ظهري، عملت اسكترما وردت في ظهري. وبقيت سامع اصوات حشرجه حوالي، مش عارف انا عايش ولا ميت. ولقيت ايد بعدها بتمشي على خدي بيقول لي انت عايش؟ قلت له اه. قال لي مين هنا في دول عايش؟ قلت له كلهم عايشين، لسه كنا بنتكلم. قعد يهز فيهم، لقاهم خلاص ما عدا حجازي في نفس، وقوموني بالعافية من شدة الألم، وركبت عربية لحد المستشفى. دخلت الرعاية، ولما فقت عرفت إن المقدم منسي استشهد، وعرفت باقي الأبطال حصل لهم إيه. قعدت فترة مش عايز حد يركب جنب العربية لأنه آخر واحد ركبها، كلامه في ودني بنبرة صوته. ظبط لك مكان يا سيد. الله يرحمه ويلحقنا بيه. ألف مليون شكرا يا بطل، وشكرا لكل أبطال مصر الشجعان. مواطن ابن مصر يا حر ابن. تعليق صوتي مريان عوطف. والسلام شايل لك رسالة، سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابة، سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى. كمل مشوارك في السكة لسه في أولها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلت أمانة عارفك قدها وحدودها تشيلها، ما انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة. كمل مشوارك في السكة لسه في أولها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلت أمانة عارفك قدها وحدودها تشيلها.